أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم مواصلة الصيام أكثر من يوم؟ لا بأس، لكن ما يصوم الدهر كله ولا يفطر أبدا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه تشدد وحمل على النفس ما لا تطيقه. إن كان ولا بد فصيام داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما، وإذا صام أياما متتابعة فلا بأس، على شرط أنه يفطر بعدها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم. نعم.